برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى العضو جمال فخرو، عقدت اللجنة الفنية الفرعية من اللجنة المشتركة بين الحكومة والسلطة التشريعية المعنية بآلية تنظيم إعادة هيكلة الدعم الحكومي اجتماعها أمس بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد علي حميدان والفريق الحكومي المعني باجتماعات اللجنة، حيث تم استعراض مرئيات الحكومة بشأن الدعم والآليات التي سيتم من خلالها توزيع المبالغ المرصودة للدعم على قوائم المستفيدين. وصرح فخرو بأن اللجنة ناقشت مع الفريق الحكومي التصورات المتوافق عليها سابقا والمبادئ المهمة التي وضعها فريق السلطة التشريعية لضمان حصول المواطنين الأكثر استحقاقا للدعم، تماشيا مع الرؤية الملكية في استمرار إيصال الدعم بشكل مباشر لمستحقيه. وأضاف فخرو أن الاجتماع تركز على إيجاد حل وسط يرضي جميع الأطراف بما يعكس حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي الحالي، مؤكدا على ضرورة أن يستمر الاتفاق مع الفريق الحكومي بشأن توجيه الدعم إلى الأشخاص الأكثر استحقاقا لسنتين قادمتين على الأقل تحت سقف معين. وأوضح فخرو بأن اللجنة سوف تستكمل اجتماعها مع الفريق الحكومي الأيام المقبلة نظرا لطلب فريق السلطة التشريعية مزيدا من المعلومات والأرقام المعنية بملف الدعم وتوجيهه لمستحقيه.